من أطيب المقبلات اللي بحب أقدمها على سفرتي متبل الباذنجان، ولنحضره بأطيب طريقة بناخد حبة الباذنجان ومنغسلها ومنخرمها بالسكين، شويته على عين الغاز لحتى يتنكه بطعم الشوي واللي رح تضيف طعم كتير مميز للمتبل. مجرد يستوي بغلفه بين ورق الزبدة والقصطير وبتركه مدة 5 دقائق. هالحركة رح تساعد إنه القشر ينزاح عن الباذنجان بكل سهولة. بنقل حبة الباذنجان على طبق وبهرسها بالشوكة وببدأ بإضافة الطحينية والليمون والثوم. يفضل إن نضيف زبادي، أنا ما كان عندي فما أضفت. قوام المتبل بيعتمد على ذوق كل شخص، ومجرد ننتهي بنقله على طبق التقديم وبزينه حسب الرغبة. زينته بالنعناع اليابس والسماء وشوية فلفل حراء، ممكن نضيف رمان، أنا هون أضفت طماطم، وأهم شي لا ننسى نضيف زيت الزيتون. وبهيك متبلنا صار جاهز للتقديم، وبالعافية.